السؤال الأخير إذا جاب لك ليش قد؟ 8 نقاط. 9 8 بس 8 أكيد تاخذين 200 نقطة وتاخذون 10 مليون دينار عراقي. شلون وضعك؟ لا صراحة انجلط. ها؟ راح تجيني جلطة بعد شوية. وتروحون تصرفون 10 مليون على الطب. تخيل أو يجوز ما نصرف. لا وجوز ما لا حاج ما ينقص يا هسه. جوز باكر الله يجي المحاسب يصرف لك اياها. جوز توترت كلش. توترتي؟ إي. لا. كلش. شو ما ادري شو متوتر. والله قاعد تركلين؟ دقات القلب. 24 دقة 1000 دقة بالثانية حتى عيونك دمعت ها؟ خايفة من الخوف لو من ال لا خوف وتوتر خلينا نشوف انت تبكي يعني متأكدة يا يابا تصور هاي ام لسان زين 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 يا معاذ انا حطيت يا الف النقاط صدق كذي دقيقة وينك؟ يلا راح تعوضين كل هالخسارات وكل هالاجابات اللي كانت حتى على الاقل تقول لهم جبت لكم اياها لل 200 نقطة يلا يلا خلينا نشوف يا ربي يا ربي عيننا يا ربي يا رب بسم الله السؤال الأخير اللي سألتك اياه وجاوبتي عليه كان هو أحد الحيوانات البرمائية ألا قال السلحفاة أنت قلت تمساح والتمساح خاف ما يجيب النقاط التمساح يا التمساح خويا التمساح التمساح يا التمساح يا التمساح يا التمساح يا التمساح تعال 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 يعني يلا ما يلا تعالوا يلا مبروك مبروك لكم ومبروك هذه الفرحة الكبيرة اللي تستحقوها وألف ألف مبروك أنتم تستاهلون وكل عائلة عراقية تستحق هذه الجائزة وأكثر عوائلنا العراقية الكريمة والعفيفة والأبية تستحق هذه الجوائز نتمنى الفوز لكل العوائل العراقية إن شاء الله لكن بجدارة وأنتم أخذتموها بجدارة ألف مبروك لكم إذن الجائزة قيمتها 10 مليون دينار عراقي جيبها إذن 10 مليون دينار عراقي لعائلة المجمعي ألف 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 مبروك تفضل